هذا فرد يوم يسولفون عن واحد من يقولون حاكم هو كان، هذا الحاكم مر له بقرية من القرى، طب على القرية اللي قاله واحد واقف يم ناعور، ناعور يفتر، قال لك هذا الناعور شنو اللي يفره؟ قال له الماكينة جوه. سيادة الحاكم، قال له سيادة الحاكم، قال له يعني ماكينة؟ قال اي والله. قال سيادة الحاكم تريد تنزل تشوف الناعور شلون يفتر؟ قال له اي والله. فيقول هذا من نزل الحاكم سمع اكو جرس يدق بصف الناعور، نزل اجلكم الله لقال زمال مطي حمار، يعني اجلكم الله الحمار يفر بالناعور وبرقبة الحمار جرس يدق، جرس يدق برقبة الحمار اجلكم الله. الملك سأل ابو الناعور قال له اقول لك هذا الجرس شو يسوي برقبته؟ قال له مو تدري سيادة الحاكم انا اذا ظليت جوا اختنق، فاطلع برا اسمع بس الجرس، اذا الجرس يشتغل يعني الناعور جاي يتحرك، من يوقف الجرس ادري المطي ما تذكرمون وقف، انزل اضرب المطي خليه يتحرك بعد مره. الحاكم ايش قال له؟ مو سياسي دائما يصير هذول بعض منهم كلافشيه. قال له زين واذا المطي وقف وقام يحرك برقبته هالشكل يدق جرس شو تسوي؟ شو راح تفر الناعور؟ قال له والله سياده الحاكم داخلين ببختك انا ما شايف مطي يفكر مثلك ابدا.